الحمد لله الذي نور قلوب أوليائه بأنوار العلم وأخرجهم بها من ظلمات الوهم فأبصروا مسالك الطرق الموصلة إلى مرضاته لكي يسعدوا بالمصير إلى جناته. والصلاة والسلام على خير الخلق وأتقاهم وأصفاهم وأنقاهم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم وعلى علماء المسلمين الذين بصروا من العمى ووصفهم الله تعالى في كتابه بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما بعد، فإن العلم له فنون كثيرة، وإن بعض فنونه أنفع من بعض، وإن أفضلها وأنفعها ما عرف صاحبه به ربه وأورثه الخوف والمحبة وقاده إلى طريق السعادة وفاز به في الآخرة. ولا خير في علم لا ينفع. وإلى المستمعين الكرام مثالا من العلم النافع، وهو ما حكاه الإمام العلامة إسماعيل الجيطالي النفوسي رضي الله عنه في كتابه قناطر الخيرات عما روي عن حاتم الأصم تلميذ شقيق البلخي أنه قال له شقيق: منذ كم صحبتني؟ فقال له حاتم: منذ 33 سنة. قال: فما تعلمت مني في هذه المدة؟ قال: 8 مسائل. فقال شقيق: إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب عمري معك ولم تتعلم مني إلا 8 مسائل. فقال: يا أستاذ، لم أتعلم غيرها ولا أحب أن أكذب. فقال: هات هذه 8 مسائل حتى أسمعها. قال حاتم: نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد يحب محبوبه وهو مع محبوبه إلى القبر، فإذا وصل إلى القبر فارقه، فجعلت الحسنات محبوبي، فإذا دخلت القبر دخل معي. قال: أحسنت يا حاتم، فما الثانية؟ فقال: نظرت إلى قوله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فعلمت أن قوله سبحانه هو الحق، فأجهدت نفسي في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله. قال: فما الثالثة؟ قال: إني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل من معه شيء له قيمة ومقدار رفعه وحفظه، ثم نظرت في قول الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فكلما وقع لي شيء له قيمة ومقدار وجهته إليه ليبقى لي عنده. قال: فما الرابعة؟ قال: إني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يرجع إلى المال والحسب والشرف والنسب، فنظرت فإذا هي لا شيء، ثم نظرت إلى قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعملت في التقوى حتى أكون عند الله كريما. قال: فما الخامسة؟ قال: إني نظرت إلى هذا الخلق وهم يطعن بعضهم في بعض ويلعن بعضهم بعضا، وأصل هذا كله الحسد، ثم نظرت إلى قول الله عز وجل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فتركت الحسد واجتنبت الخلق، وعلمت أن القسمة من عند الله سبحانه، فتركت عداوة الخلق. قال: فما السادسة؟ قال: إني نظرت إلى هذا الخلق يبغي بعضهم على بعض ويقاتل بعضهم بعضا، فرجعت إلى قول الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديته وحده واجتهدت في أخذ حذري منه لأن الله شهد عليه أنه عدوي، وتركت عداوة الخلق. قال: فما السابعة؟ قال: نظرت إلى هذا الخلق
فرأيت كل واحد منهم يطلب هذه الكثرة فيذل نفسه ويدخل فيما لا يحل له. ثم نظرت إلى قول الله تعالى: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلمت أني واحد من هذه الدواب التي على الله رزقها، فاشتغلت بمال الله علي وتركت مالي عنده. قال: فما الثامنة؟ قال: إني نظرت إلى هذا الخلق فرأيتهم متوكلين، هذا على ضيعته، وهذا على تجارته، وهذا على صناعته، وهذا على صحة بدنه، فكل مخلوق متوكل على مخلوق. فرجعت إلى قول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فتوكلت على الله وهو حسبي. قال شقيق: يا حاتم وفقك الله، فإني نظرت في علم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم، فوجدت جميع أنواع الخير والديانة تدور على هذه الثمان مسائل، فمن استعملها فقد استعمل الكتب الأربعة. قال الشيخ إسماعيل رحمه الله: فهذا الفن من العلم إنما يهتم بإدراكه والتفطن له علماء الآخرة، وأما علماء الدنيا فيشتغلون بما يتيسر به اكتساب المال والجاه، ويهملون أمثال هذه العلوم التي بعثت بها الأنبياء عليهم السلام، كمثال من يشتغل بمسائل الفتاوى والجدال والخصومات، وأعرض عن طريق الآخرة وآفات الأعمال، مثل رجل مريض به علل كثيرة، وقد صادف طبيبا حاذقا في وقت ضيق يخشى فيه فواته، فاشتغل بالسؤال عن خاصية العقاقير والأدوية وغرائب الطب، وترك مهمته الذي هو مؤاخذ بها، وذلك لعمر الله محض السفه. والله سبحانه نسأله العون والتوفيق والعصمة والتأييد، إنه قريب مجيب. وصلى الله على